لمشاهدة مباراة سوريا وميانمار في بث حي ومباشر. يرجى من متابعي قناتنا الكرام الدخول إلى التعليقات والضغط على الرابط الموجود في أول تعليق، وسوف يتم تحويلكم إلى المباراة بجودة عالية وبدون تقطيع. وقبل مشاهدة المباراة نتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من قناتنا. يلتقي منتخب سوريا بنظيره منتخب ميانمار اليوم الثلاثاء، وذلك في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا، حيث من المقرر انطلاق صافرة اللقاء في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والعراق وسوريا. وستقوم قناة الكأس الرابعة بنقل اللقاء في بث حي ومباشر بتعليق خالد الحديدي.